بس صحيح انا بسال يا عم بضرب صحيح انا بسال يوم يوم جايب رنك تعذبه تعذب بالطبيعة ستو فني في اللي ما يرقدش ما يرقدش لان انا هو انا مادام لاموشي جبت محمد ياسين ولدت عادي ما فقناش بيه في السبيطار خرجت بيه فوق بيه ولد 10 ايام طلعت سخانه هزيته للجونسا اساس برونشي دهوا رقده لي من الاجراءات بالتحاليل والكويت عرفوا اللي هو تولد بكلوة برك وعنده تشوه في المجرى متاع البول انه البول راجع على الكلوة اللي نفخت وقعدت بشوية بشوية لين سكتت الكلوة دخلوا للدياليز ولد شهرين وبعدين دوروا له المجرى ولا يبول على جنب يبولش عادي قعد 3 أشهر في السبيطار شهر وحده في الآه رقد في الآه قسم الآه وشهرين بقي الخير قعدت انا وياه باش دخلوا له المو دياليز هو عملوا له العملية الأولى باش دوروا له المجرى العملية الثانية بعد فترة كانت جمعة جمعتين دخلوا له الدياليز دخل رقد في الرياف للعاش 4 أيام صفيوا له غاد أول ما صفى في الرياف بعد خرج رقدت أنا وياه رقدت معاه في القسم السي لين خرجوا سي مع تقالوا يزموا صفي في الدار خرجت لباري وخرجت الإجراءات متاع التصفية الكل ولد عادي وتولد كامل معناتها 3 كيلو و600 بالعمليات وباللي صار وبالتحاليل وباللي صار له معناتها دخل الكرقط في الانعاش وزل 2 كيلو معناتها خرجت ولد 3 أشهر وزل 2 كيلو تو عمره عميق بدنه كما هو او شنو اللي تحسن فيه انه هو ولا عامين و7 أشهر توا عمره عامين و7 أشهر قريب يقفل 3 سنين وهو نفس الحالة الدياليز راكبة فيه ما عملولوش العملية مازالوا كل مرة يقولوا مازلنا وحتى يكبر والنمو بالنسبة للمرض الكلاوي أثر له على النمو متاعه واقف متاع عمر متاع 3 أشهر ما نماش ما مش قاعدين موك الصغيرات بحكم انه دخلنا له الحليب المعيشة كل حاجة تقول لي عليها نعملها له عملنا له هيك النت ريبونت على اساس باش يتغذى ويطويل حتى على الاقل ماكسيموم يطويل باش يسمن هو قال معناتها بحكم انه ما عنده الجهد العظام نتاعو معناتها طرا مش كي تحسه صغير واقف هكا ما يقفش ما يمرد هكا بشويه بشويه بكثر انه مرد يديه وساقيه معاه وجي معناتها كي سالتها قلت لها علاش قالت لي الكالسيوم اللي في بدنه كل قاعد يمسلو فيه العظم فهمت مش كي اللي قاعد يتغذى خاطر كي الصغيرات توا يوزن 7 كيلو ما كي يتغذى بالكدا يوصل 7 كيلو 7 كيلو ونص وكي مثلا من نحو عليه هذا الكل يطيح لي يرجع ل 6 كيلو 5 كيلو ما يفوتهمش بالنسبه للسبيطار تو عملوا قداش من تصويره على المجرى عملوا برشا حوايج مع التحاليل قالوا مازلنا معناتها نستناو ممكن حتى بدنه ما كبرش ما خذاش الميزان العادي ما عم حبوش يعملوا العمليه هذه تو قالوا باش ياخذوا اجراءات ويعملوا له سكانير مازال ما عملوش حتى شيء ما عملوا له سكانير برسيبي يعملوا توا سكانير ويشوفوا ويقرروا توا العملية توا الجراح هيك طالب مش حابب يوقف هالحكاية انه يرجع له المجرى قال لك زيد نعملوا في عملية المجرى يلزم نزرعوا له كلوة ومجرى فرد المرة احنا كي باش نحلو وبالنسبة باش تستنى على حسب تونس يا حيال 10 سنين 12 سنة وبالنسبة في فرنسا فما موجود في العمر هيك في الميزان هذيك فما انه يجموا يزرعوا له معناتها هو لاباس معناتها هو مشكلته كان كلوة ما عنده حتى إشكالية